السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله متابعين قناة تفسير الأحلام مع رانيا. هقدم لكم النهاردة تفسير رؤيا الزجاج المحطم في المنام للعزباء. ترمز رؤيا الزجاج المكسور أو المحطم في منام العزباء إلى إصابتها بخيبة أمل وصدمة عاطفية، أو أنها تعاني من اضطرابات نفسية نتيجة فشل علاقتها العاطفية، وكثيرا ما تجد نفسها متألمة وموجوعة نفسيا بعد استعراضها شريط ذكرياتها الحزينة، ولا تستطيع إيجاد الحلول المناسبة لمشاكلها أو مواجهتها. إذا رأت الفتاة العزباء الزجاج في منامها وبه كسر دل على الانكسار النفسي، وإذا جرحت من الزجاج فهذا يدل على ظروف ما ستمر بها صعبة عليها، وإذا رأت العزباء أنها تكنس بقايا زجاج مبعصر دل على فسخ خطوبتها التي سوف تأتي لها بالكثير من المشكلات. إذا رأت العزباء الزجاج الشفاف المكسور وكان هناك شخص بحياتها، ربما دل والله أعلم على كشف حقيقته أمامها وبيان ما يخفيه، فرؤية الزجاج الشفاف تدل على وجوب التمهل قبل اتخاذ قرار ما والتفكير مرة أخرى. إذا رأت العزباء في منامها الزجاج المكسور دل على أنها تعاني من ألم نفسي وتعاني من الوحدة أو الفشل العاطفي، أما إذا رأت أنها تمشي على زجاج مكسور دل ذلك على أنها سوف تجرح من شخص قريب منها أو قد تتعرض إلى حزن وتعب وهم. أما الزجاج السليم دلالة على نهاية مشكلتها ووجود الحلول لها، وإذا كان لون الزجاج السليم في المنام ذو لون أخضر يدل على عبادات مقبلة، وإذا كان لون الزجاج السليم أحمر يدل على حالة الحب والعشق، أما الأصفر فهو دلالة على الشفاء وزوال المرض بإذن الله تعالى. وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد، فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.